اليوم نواصل في الخطوة الثانية من التعريف وندلي فعلا ما هو العقل الجمعي الأيديولوجي السياسي للسودان، وما هو إطار الأمن القومي الاستراتيجي السوداني ولماذا؟ لقد ناقشنا في الورقة السابقة من الخطوة الثانية حول المحاور الثلاثة للأوئية المتوازية، واليوم هنا سننتقل إلى مرحلة أخرى من التعريف حتى يكون كل ما قد عنيناه في طرحنا مفهوم للجميع. وسيكون مدخل الحديث عن ما هو العقل الجمعي الأيديولوجي السياسي للسودان. لكي ندخل إلى ما يخص السودان في إطار العقل الجمعي وبالتحديد الأيديولوجي السياسي، يتوجب علينا أن نفهم ما هو العقل الجمعي المطلق أولا. العقل الجمعي هو طريقة للتفكير أو طريقة التفكير المشتركة بين البشر في السعي وراء المعرفة، هذا إذا قلنا الوعي الجمعي. ونسبة للتباين الشاسع في مستوى الوعي في مجتمعاتنا، علينا أن نأخذ بالعقل الجمعي مع اعتبار الوعي الجمعي، وليس هنالك فارق كبير بين العقل الجمعي والوعي الجمعي، فقط أن كلمة العقل الجمعي أشمل أو أكثر شمولا، ولذا يمنح العقل الجماعي للوعي البشري الوصول إلى كل ما قد تم تحقيقه في طريق المواقف والميول العقلية في مجموعات اجتماعية متنوعة، وهذا ينطبق علينا في مجتمعاتنا مثل المجتمع السوداني، لأنه مجتمع متنوع الآراء والمنحدرات الثقافية. هنالك مقطع يتحدث حول الوعي الفردي والعقل الجمعي، أخذته من مجلة جامعة شيكاغو الأمريكية، وهي تتحدث عن دراسة لإحدى الكليات الجادة في علم النفس الكلاسيكي والترابطي والفيسيولوجي، وقد اختصرت الدراسة على الرجل المحبوب، فتقول حتى عندما ينفصل الإنسان عن المجتمع بشكل مصطنع فإنه يحتفظ بصمته، خاصة فيما يتعلق بعملياته الفكرية في الواقع، ومع ذلك يوجد في وعينا كل من المادة المتقيلة أو المتصورة والأشكال أو الأنماط الاجتماعية. هذا في حتى ما يعني الشخص حينما ينفصل من مجتمعه الحقيقي أو حيث نشأ، أيضا بيزل اللي هو مهما يكون بيزل، مهما تغير في سطحيا أيضا بيزل في الأعماق أو في الباطن، بيزل محتفظ به اللي هو تلك اللي هو الأنماط الاجتماعية والأشكال الاجتماعية. أن الفكر الجماعي ليس كيانا ميتافيزيقيا، يجب البحث عنه في عالم ميتافيزيقي، ولكنه موجود فقط في الوعي الفردي، ويمثل حالات الوعي المتفاعلة لعدد من الأفراد الذين يشكلون المجموعة. وهنا يسحر جزئين من علم النفس الجماعي، أو يسحران جزئين من علم النفس الجماعي، أن الدراسة العامة لخصائص وأنماط عمل الفكر الجماعي تختلف في المحتوى وفقا للمجموعة الفرعية، سواء الأمة أو الأسرة أو الطبقة، ولذا تم إنشاء مجال علم الاجتماع من خلال التمييز بين الأفكار والمشاعر من ناحية، ومظاهرها الملموسة والخارجية من ناحية أخرى، بين الجوانب النفسية والجسدية للمؤسسات. وهنا الاهتمام بالنوع الأخير لدراسة الظواهر في غاية الأهمية لمشروع خطتنا،
لأنها السمة المميزة للتمثيليات الجماعية لتظهر نفسها في شكل مادي. أن علم الاجتماع ينظر إلى الظواهر الاجتماعية من خلال الإطار المرجعي لعلم النفس الجماعي. حتى في الدراسات الديموغرافية ينظر إلى السكان من منظور حالات الوعي الجماعي. وحينما نأتي لنطبق هذا على المجتمع السوداني من حيث مفاهيم ومتطلبات الأنشطة السياسية لكي نصل إلى تقييم حقيقي للعقل الجمعي السياسي السوداني، سنجد أنفسنا أمام حالة يحتاج إلى أوعية مؤدة بإناية وضمائر صادقة، وكأنما تشحم في سفن للإبحار نحو المستقبل. هذه السفن نريد لها أن تكون هي تلك الأوعية المحورية المتوازية التي شقسناها بأقصى اليمين وأقصى اليسار والوسط في التسجيلات السابقة، على أن تودع أمامها منارة واحدة. وهذه المنارة هي استراتيجية الأمن القومي السوداني. وبالتالي أن تبادل الأدوار في قيادة هذه السفن سوف لن تؤثر على اتجاهات المسار والمسير الموحد، لطالما زلت المنارة واحدة وهي تلك استراتيجية الأمن القومي السوداني. وهذا كفيل بأن يجنب مستقبل الوطن تدقل أي استراتيجيات أمنية لأي دول أخرى، ويمكن أن يؤثر سلبا على مسار سفينة الوطن، بيد أن كل ما يمكن أن ينشأ حديثا سوف ينشأ في إطار هذه البواتخ والأوئية المحورية المتوازية، ولن يشكل تحديا أو تهديدا لأي من هذه البواتخ، لأن هنالك مسارات واضحة معلومة ومعروفة وإلى أين تتجه. هي منارة واحدة، وتلك هي استراتيجية الأمن القومي السوداني، وهو الهدف ووحدة المصير. ومنطلقا من هذه التعريف، حينما نأتي لأن نجد الجواب للسؤال المطروح، ما هو العقل الجمعي الأيديولوجي السياسي للسودان؟ علينا أن نفهم أولا ما هي السياسة. أن السياسة هو التعبير الفكرية والمعالجات التوافقية التي تستخدم في إدارة وتنظيم وتنفيذ وقيادة المنظومات الاجتماعية والبشرية والدول وطرق التعامل والتداخل فيما بينها من أجل تحقيق عناصر الأمن الاستراتيجي القومي لأي منهم. وقد سبق وإن أوضحنا في تسجيل سابق عناصر الأمن القومي الاستراتيجي، وهي الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن الوطني والأمن المستقبلي، واللي هو قلنا الأمن المستقبلي. وأن كل من هذه العناصر يتفرع في تخصصات ومسميات كثيرة بعدها تعني بالشؤون الداخلية للدولة والمجتمع، وبعدها تخص الشؤون الخارجية للدولة والمجتمع. وبالتالي أن أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو عسكري أو أمني أو فكري أو ديني ينشأ أو ينشط في داخل حدود هذه الدولة أو في أي مكان من العالم لديه أي نوع من التماس باسم هذه الدولة ومجتمعها أو بأي من ممتلكاتها أو مكوناتها، شرطا أساسيا أن يكون خدمته لهذه الدولة أو مجتمعها تنطبق عليه بنسبة 100% ما يتطلبه عناصر الأمن القومي الاستراتيجي من فوائد إيجابية، وأن لا يمس أي من عناصر الأمن القومي الاستراتيجي بما يمكن أن يشكل تهديدا
أو يمكن أن يحسب في الإطار السلبي بأي شكل من الأشكال، وإلا واعتبرت تلك النشاط من مهددات الأمن القومي الاستراتيجي لتلك الدولة ولمجتمعها. وهنا يتوجب على المؤسسات الدستورية لتلك الدولة المسؤولة عن الدفاع والحماية بوسائلها الدفاعية والقانونية ملاحقتها بكل ما قد امتلك من وسائل سواء في داخل الدولة أو خارجها. حينما نأتي لنطبق هذه المعايير على الدولة السودانية ومجتمعها وأمنها القومي الاستراتيجي، وندى على اللائحة كل المؤسسات والأنشطة الحكومية وغير الحكومية والمدنية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والسياسية والإنسانية والاقتصادية، جميعها المحلية منها والوافدة ذات النشاط الداخلي وذات النشاط الإقليمي وذات النشاط الدولي، ونحصر برنامج أي منها وما قد قام بها من نشاط وما يقوم بها الآن وما سيقوم بها في خطتها المستقبلية، اتفاقياتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، وعلاقة كل هذا بالأمن القومي الاستراتيجي السوداني، على ماذا سنتحصل؟ تخيلوا. نترك البقية للجهات التي تعنيها في الدولة، لأن ما قد خصصناها هنا فقط لمعالجة المؤسسات السياسية التي كانت ولا زالت مؤسساتها السياسية سببا رئيسيا في تهديد الأمن القومي الاستراتيجي للدولة، بلغت بها الأمر إبادة جزءا كبيرا من سكانها جماعيا، ولن تقف الأمر هناك، بل الآن شملت ما تبقى وتهدد بزوال الدولة من الوجود. المسؤول الأول من كل هذه المعاصي هي المؤسسات التي نشأت باسم السياسة أو نشأت في إطار المؤسسات الاجتماعية الدينية وتحولت إلى ممارسة السياسة، واخترقت مؤسسات الدولة ووظفتها ضد الأمن القومي الاستراتيجي للدولة والمجتمع. ولذا من الضروري وبقرار أمني ودفاعي يتوجب وقف الأنشطة السياسية لكل المؤسسات والأنشطة العاملة في مجال السياسة وأرض أهدافها وبرامجها ومكوناتها لتتطابق مع متطلبات الأمن القومي الاستراتيجي السوداني، لأن الدولة السودانية والمجتمع السوداني لكي تكون دولة ناجحة ومجتمع متماسك متفائل، لابد من أن تحقق لها استراتيجية الأمن القومي الشامل كسائر الدول المستقرة التي قد جربت هذا الطريق طويلا ونجحت وحققت وأصبحت دول يعني تشار لها بالبنان. وأن استراتيجية الأمن القومي للدول والمجتمعات الناجحة من المستحيل أن تحققها حزب تملكها طائفة دينية تملكها وتتوارثها أسرة، ومن المستحيل أن تحققها حزب ديني يستخدم الدين كمخدر أو كمخدرات ليقود الناس والدولة وهم سكارى، ومن المستحيل أن يحققها حزب يريد أن يبعث قومية إرقية عنصرية لا جذور لها في أعماق هذا الوطن، ولا حتى هم أنفسهم لهم جذور معترف بها في أوطان تلك القومية. ولم يحقق هذا الحزب أي تقدما في أوطان القوميات المعترفة بوجود جذورها فيها، بل أوصلتهم إلى دكتاتوريات أسرية ودمار ساحق وتفكك اجتماعي. ومن المستحيل أن تحققها أو من المستحيل أن تحقق الأمن القومي الاستراتيجي الشامل للسودان حزب تقوم مبادئها على نظريات فاشلة وأحلام إمبراطوريات ودكتاتوريات رجعية ومتخلفة ومتهورة وفشلت كل تجاربها أمام العالم، وأيضا وراثية ولا تعترف بالحقوق الإنسانية ولا وجود لها في المجال الإنساني على امتداد العالم، ولا تقدم الإنسانية ولا تحققها
وأيضا لا تحققها أحزاب عبارة عن دكاكين ناسية في بيوت مالكيها، تبيع وتشتري وتستورد الرغبات والضمائر في بورصات مافيا المسالح. ولذا من الضروري حل كل هذه الأحزاب بقرار دفاعي لحماية الأمن القومي الاستراتيجي السوداني ومن إنشائها ونشاتها دستوريا في السودان. كل تلك الأحزاب الأسرية والطائفية والدينية وذات الأيديولوجية الحكرية والأحزاب القومية العنصرية والتي لا تقدم أهدافها وبرامجها متطلبات الأمن القومي الاستراتيجي ولا تتطابق معها، ومن ثم ثنفته صفحة جديدة وبشكل مختلف في هذا المجال. وإلى هنا لكم التحية، وسنأتي في تسجيل آخر حول الخطة الكاملة والمقترح الكامل لإنشاء أحزاب بديلة باعتبارها مؤسسات وطنية تتوافق وتتطابق أهدافها ومبادئها وبرامج عملها مع الأمن القومي الاستراتيجي السوداني وطرق تحقيقها. أميم سليمان عبد الرحمن محمد سليمان، 23 مايو 2023.